مرحبا بالشهادة في سبيل الله. لن تنتهي الحياة بموت الإنسان، تبدأ الحياة الحقيقية بموته. إما نعيش على هذه الأرض أحرار أو نموت في باطنها أبرار، لا خيار لنا غير ذلك. من فوق الأرض وتحتها، من لجج البحر وجوها، من خلف هبوط عدوها أفل كما الأعصار. من فوق الأرض وتحتها، من لجج البحر وجوها، من خلف هبوط عدوها أفل كما الأعصار. أحجاري أمسك صمية كنت القتال الأطفال، وتكون بأيدي الأطفال فتقوم بغضب الزلزال، أضرب شجر النار من فوق الأرض وتحتها، من لجج البحر وجوها.